غالبية العراقيين لا يعملون إلا في القطاع الحكومي. خبراء المال يقولون إنها قصة سياسية صرفة، فالأحزاب النافذة استخدمت التوظيف كأسهل الطرق وأكثرها سوءا لتوطيد علاقتها مع الجمهور. الآن الجمهور غاضب والاقتصاد مهدد بالانهيار. هذه البيانات تظهر كيف تضخم الموظفون منذ عام 2003 صعودا. العراق اليوم يشغل نحو 15% من السكان في طفرة مشوهة لم تحدث من قبل. وهنا الأرقام تكمل الخبر السيء. كيف أنفق العراق المليارات على ملايين الموظفين في تصاعد أقرب إلى الهدر من الإنتاج؟ كان هذا الرجل محاصراً بأكبر حركة احتجاجية في التاريخ الحديث. حصاره اشتد بقوى نافذة تقاتل لمنع الإصلاحات. بعد شهرين من انطلاق حراك تشرين، قرر رئيس الوزراء السابق إحالة نحو نصف مليون موظف إلى التقاعد المبكر، وفي محلهم وظف العدد ذاته على الملاك الدائم. هدف الحكومة السابقة كان تخفيف نقمة الشارع، بس غير شغلة واحدة انه هم لا يتخذ. أما النتيجة فإن الاحتجاج لم يكن يحتج على الوظائف، بل يريد تغييرا سياسيا شاملا، فيما ورط هذا الرجل الدولة بخمسمائة ألف درجة خنقت الموازنة. وكسابقيه ممن تولوا السلطة، فإنه توج التنازل للفصائل المسلحة بتعظيم القوة العسكرية في المنطقة الخضراء. قوائم بالآلاف من المتعاقدين الأمنيين مهمتهم على الورق تأمين المنطقة الدولية، وعلى الأرض تعزيز نفوذ السلاح المنفلت وخلايا الكاتيوشا. وقبل تقديم استقالته يترك لموازنة 2020 والسنة التي تلتها فاتورة ثقيلة لا تبدأ بديون الغاز الإيراني ولا تنتهي بمستحقات إقليم كردستان. في البرلمان الحالي السجالات لا تتوقف. الموازنة المثقلة ب 120 تريليون دينار عراقي للرواتب والمنافع تترجم كما يقول خبراء المال أخطر فاتورة سياسية حولت القطاع العام إلى رهينة في مكاتب الأحزاب.